مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه ال تي سي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم المهم. زي ما عودنا حضراتكم ان في كل اسبوع بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقدم لكم اهم الاحداث الحصريه واللي موجوده في الساحه الاعلاميه. كنا في حلقه قبل كده زعنا موضوع الفراخ. ايه موضوع الفراخ؟ موضوع الفراخ ده مهم جدا 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 لان ده سلعه مهمه لكل مواطن مصري. بعض الناس يعني بقت ضمايرهم مفيش ضمير، بياخدوا الفراخ الميته بيجهزوها وبيغلفوها بيبيعوها على انها فراخ صحيه. عرضنا بعض المشاهد لفريق الاعداد بتاع البرنامج وهو بيشتري فراخ ميته وبنغلفها وبنعرضها على المحلات، ومحلات كبيره ولها اسم موجوده في السوق. بالفعل المحلات دي من غير ما تعرف مصدر الفراخ ومدى صلاحيتها ولا هي مذبوحه ازاي ولا جايه منين، طلبوا ان هم يشتروا مننا البضاعه دي. اشتروا مننا فراخ والفراخ ميته واحنا اللي مغلفينها وما يعرفوش عنها اي حاجه. طبعا ده في حد ذاته كان كارثه بالنسبه لنا بكل المقاييس، وكان لازم ان احنا نسلط الضوء على الموضوع ده. اتكلمنا على الموضوع وحاولنا نوصل يعني كل الجهات المعنيه بالموضوع ده، لان دي حاجه مش سهله لصحه مواطن وصحه اطفال. ممكن المواطن الكبير او الشخص الكبير ممكن مناعته تستحمل لو الفراخ فيها ميكروب، طب بالنسبه للاطفال مش هتستحمل. يبقى احنا دلوقتي عشان المواطن ممكن الدخل بتاعه ما يسمحش ان هو يشتري فرخه ياكلها هو واولاده، بيعرض نفسه لمصيبه، مش هقول المشكله لا، ده مصيبه كبيره جدا عشان يقدر يعيش هو واولاده. المصيبه دي اللي هي ايه؟ ان هو بيشتري فرخه ما يعرفش مصدرها، مش مذبوحه قدامه، مش متجهزه قدامه، مش متغلفه قدامه. مين المعني بالموضوع؟ اداره التفتيش البيطري. سالناهم في الموضوع كان عندهم اجابات كتيره جدا في الموضوع، ومن ضمن الاجابات دي ان هم قالوا لنا انهم عاملين جمعيه عموميه طارئه لمناقشه الاسباب الناتجه عنها مثل هذه الحوادث. يعني ايه الاسباب اللي بتؤدي لكده؟ كان عندهم كلام كتير جدا. قالوا في نقابه المهن الطبيه، ان هم في الجمعيه العموميه اللي كانوا عاملينها في نقابه المهن الطبيه، قالوا كلام كتير جدا عايزين حضراتكم تشوفوه، لان الموضوع طبعا يهم المواطن قبل ما يهمنا احنا ان احنا نعرضه على حضراتكم، لان دي صحه ناس، صحه بشر، صحه حضراتكم. طبعا كل واحد فينا اهم حاجه عنده صحته وصحه ولاده، ان هو يتحرى الدقه في الاكل اللي بيدخله بيته، ان كان مصدره موثوق منه ولا لا. طبعا عرضنا زي ما قلت لحضراتكم، لو حد عايز يرجع برضو للحلقه السابقه، ناس ماتت ضمايرها ان هم عايزين يعملوا فلوس وخلاص، مصدر الرزق ايه، مصدر الدخل ايه، مش مشكله بالنسبه لهم. المهم ان احنا لازم نعرض لحضراتكم، كان لازم نعرض لحضراتكم الجمعيه العموميه اللي عملتها اداره التفتيش البيطري في نقابه المهن الطبيه. هنشوف التقرير ونكمل مع حضراتكم تاني. لكن حد يعقل ان حوالي 600 طبيب لهم 11 سنه في الجهاز الاداري للدوله وما بيقبضوش؟ الخساره اللي بياخده المواطن المصري ده وهو حصر حيوان. بص فيه اهم النقاط اللي حضرتك تناولتيها النهارده في الجمعيه. هو والله مش نقاط شخصيه تخص الدكتوره شيرين، هي تخص الجمعيه العموميه، تخص مجلس النقابه العامه الاطباء البيطريين. بالفعل يعني حضراتكم كلكم راصدين مهازل خاصه بالغذاء، صحه المواطن، ثروه حيوانيه. احنا عرضنا فيديو لمواشي ميته على الترع، في حين ان المسؤولين في وزاره الزراعه بينفوا الكلام ده، بيقولوا لا ما عندناش جلد عقدي، ما عندناش حمى كلعيه، ما عندناش الكلام ده خالص، ودي حالات فرديه واقاويل على السوشيال ميديا. مش معترفين بالمشكله. مش معترفين لان هم لو اعترفوا بالمشكله معناها ان انتوا ناس فاشله، وهم مش عايزين يعترفوا بكده. سياساتكم فاشله، مفيش اجنده معينه بتتحركوا فيها، مفيش خطه معينه بتتحركوا فيها. عدم تعيين الاطباء البيطريين ما هواش مطلب فئوي. النهارده لما بنعقد جمعيه عموميه بنتكلم فيها عن اطباء بيطريين، احنا عايزين الاطباء يتعينوا، عايزين الزملاء اللي على العقود بتاعت المجازر، صناديق الخاصه للمجازر يتثبتوا. ما هو مش ممكن يعني انا طحناه في حملات قوميه للتحصين عشان اتبروز بيها انا
كوزاره امام القياده السياسيه في حين ان ده ما بيقبضش مرتبه بقاله 9 شهور؟ هل يعقل ان في دكتور بيقبض 75 جنيه 100 جنيه وبعض الاستقطاعات 75 جنيه؟ واحنا بنتكلم في مهزله. لا بتوفر لهم وسائل مواصلات وفي الاخر تطلعي تقولي ان انا نجحت بنسبه 100% في حمله التحصين في حين انه كلام فاشل وكلام مش حقيقي. احنا عندنا خطوط حمراء منها مؤسسه الرئاسه، الجيش، الشرطه، فيما عدا ذلك الكل مسؤول والكل يحاسب. لما بنتكلم عن تنفيذيين، انا لما اقول ان انت فاشل مش معناه ان انا ضد سياسه الدوله. اللي ضد سياسة الدولة هو اللي عايز يخرب الدولة دي، هو اللي في ايده القرار، صناع القرار اللي في ايدهم القرار وما بيعملوش بيه. النهارده حضراتكم شفتوا ما كانش وزير الزراعة موجود على الرغم ان تم توجيه دعوة رسمية ليه من النقابة العامة للأطباء البيطريين. نائب وزير الزراعة ما كانتش موجودة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ما فيش دكتور واحد منها من اللي مسؤولين عن الصحة العامة وعن المجازر وعن محاجر البيطرية المصرية، ما حدش جه. مديرين المديريات ما حدش جه. يعني تمت دعوتهم وهم رفضوا؟ طبعا تمت دعوتهم، بعتنا لهم دعوات رسمية وبعلم الوصول ما حدش فيهم جه. نائب وزير الزراعه بعت لنا جواب اعتذار عن حضور الجمعيه لانشغالها بامور هامه، هو في اهم من اللي احنا بنتكلم فيه؟ ده سيادتك قاعده في منصبك ده وعلى كرسيكي ده عشان اللي احنا بنتكلم فيه. دكتور علي، اتشرفنا بيك النهارده في الجمعيه العموميه. ممكن اعرف من حضرتك اهم النقط اللي حضرتك تناولتها النهارده؟ اولا شرفتونا وسعداء جدا بوجودكم معانا، وطبعا احنا النهارده كانت مش جمعيه، كان مهرجان عرس للاطباء البيطريين، لان بجد النهارده انا كنت سعيد جدا لما لقيت هذا الجمع، لان احنا كلنا اجتمعنا على حاجه واحده بس، مصلحه الدوله، صحه البلد، صحه المجتمع، صحه المواطنين. لان احنا ما بيتكلمش من لناش مطالب، ما لناش مطالب فئويه، لكن احنا كان لينا مطلب واحد بس، ان احنا نحافظ على الثروه الحيوانيه اللي هي مصدر اقتصاد بلدنا والمحافظه على صحه المواطنين. والاهم عندي بقى كمان عدد اطباء التفتيش اللي هم منوط بيهم التفتيش على اللحوم، طبعا يكادوا يكونوا مش موجودين. عندنا 150 طبيب بيطري على مستوى الجمهوريه في التفتيش. القاهره فيها حوالي 7، الفيوم عندنا حوالي 4 أو 5، اسكندريه فيها 5، البحر الاحمر عندهم 5 للمجازر ويشتغلوا برضو في التفتيش على اللحوم. زي المناطق الصحيه كلها يكاد ما يكونش فيه اطباء للتفتيش. فبالتالي احنا كنا بنطالب النهارده ان الاماكن دي لابد من دعمها او توفير اطباء بيطريين يكونوا موجودين في هذه المنظومه للحفاظ على صحه المواطنين. اللي حضراتكم دلوقتي شفنا انتشار كتير لمرض الفشل الكلوي، امراض الفشل الكبدي. نعم يا فندم. طبعا كل ده نتيجه تناول اغذيه، غذاء غير امن غير صحي. لان انا حضراتكم تعرفوا ان في العلاج اللي احنا الادويه اللي احنا بنعالج بيها المفروض ان هي بتدخل جسم الطائر او جسم الحيوان المفروض تخرج منه، طبعا اللي هي فتره اسمها فتره سحب الدواء. حضراتكم في المزارع طبعا عدم وجود الوعي البيطري، عدم وجود شراب بيطري، عدم وجود اطباء بيطريين متخصصين في الدواجن، في الالبان، في التسمين، ادى ان المربين الصغيرين بقى يعتمدوا على نفسيهم بقى، هم يروحوا يجيبوا الادويه ما بين ادويه مغشوشه وما بين ادويه مش مرخصه. دكتور علي، بالنسبه لغياب الرقابه على المجازر على المزارع، ايه خطه حضرتك للموضوع ده او لحل المشكله دي؟ احنا طلبنا بان يكون في تعيينات، ولازم ده مش يعني ده احنا مش بنطلب رفاهيه التعيين او رفاهيه الاعداد. احنا في وحدات بالفعل وحدات بيطريه مغلقه في اماكن في المجازر، بيبقى مجزر بيبقى طبيب او اتنين. حملات التحصين المتكررة دلوقتي حضراتكم انهكت مش الحيوان بس، ده انا انهكت الطبيب البيطري كمان في حملات التحصين المتكررة، وهو طبيب واحد بيقوم ب7 اعمال. وانا رغم هذا بنقول يا اخواننا يا معالي الوزيرة اتكلمي باسمنا، عايزين اطباء يقوموا بحملات التحصين اللي فرضتيها عليهم. عندك الامن المركزي، عندك القوات المسلحة، كل ده ما يقدرش يستغنى عن ايه؟ عن الطبيب البيطري اللي هو بيأمن ويسلم الأغذية سليمة 100% للمواطن، أو سواء كان عسكري أو طالب أو أي حاجة في أي قطاع من القطاعات دي.
كمان كمان الطبيب البيطري مهم جدا دوره في ايه؟ ان لازم يكون في رقابه كمان تاني بعد كده على الادويه المغشوشه حاليا. وليه الادويه البيطريه بالذات؟ الادويه المغشوشه البيطريه النهارده هي مشكله كبيره قوي. المشكله بتاعت الادويه البيطريه ان احنا كل يوم بنديها في الحيوانات ودي بتاثر على الانسان وصحته، فبتؤدي الى اصابته بامراض السرطان او العقم او التهاب او امراض القلب او امراض الرئه. فدي كل بيجي من تحت الحيوانات الادويه المغشوشه اللي هم بيعملوها الجماعه اللي بيغشوا في الادويه حاليا. بدا يكون في امراض زي الجلد العقدي وزي الاف ام دي، في مشاكل كتير جدا، فلازم يكون في تعيين الاطباء البيطريين او تكليفهم من جديد. لازم الناس المسؤولين تحس ان باهميه دور الطب البيطري في دعم الاقتصاد الوطني. احنا عايزين ندعم اقتصاد بلدنا، عايزين ننمي الثروه الحيوانيه، عايزين يكون في اكتفاء ذاتي من اللحوم والالبان والبيض والدواجن، عايزين يكون في اقتصاد اقوى من كده ان شاء الله الفتره اللي جايه. بس حل اي مشكله لازم الاعتراف بيها، ايه اللي بيعوق الاعتراف بالمشكله؟ والله اللي بيعوقها على بلاطه كده ان انا كتنفيذي قاعد في منصبي خايف اقول ان في مشكله ابان قدام القياده السياسيه ان انا فاشل يقولوا لي بالسلامه، خايف اطلب حق لهذه المهنه علشان يعني. اما انت حضرتك كمسؤوله تنفيذيه عندك تارجت المفروض تحققيه، التارجت ده له اليات، الاليات دي مش موجوده وانت خايفه تقولي لمؤسسه الرئاسه انا محتاجه كذا وكذا وكذا عشان احقق التارجت ده، فبتطلعي حضرتك في المؤتمرات قدام الرئيس بتقولي كله تمام يا ريس، في حين ان مفيش كله تمام يا ريس. النهارده لما اطلقنا جرس الانذار في النقابه العامه للاطباء البيطريين وبهذه الجمعيه العموميه الطارئه الحاشده، بنقول لسياده الريس احنا قدامنا مشاكل 1 2 3 4، البيانات والتقارير اللي بتيجي لحضرتك والمعاليك من القيادات التنفيذيه المسؤوله عن هذا الملف كلها داتا خاطئه وبيانات خاطئه، احنا عندنا الداتا الحقيقيه. النهارده كان المفروض نتكلم كمان في اللقاحات مشكوك في امرها، يعني يمكن الجمعيه العموميه حبينا ان احنا نختصرها علشان نلحق نطلع قرارات بحضور الاطباء البيطريين. هذه القرارات الخاصه بالجمعيه العموميه ملزمه للجميع، التنفيذي مهما كان في منصبه عالي او منصبه كبير انت في الاخر عضو في الجمعيه العموميه للنقابه العامه للاطباء البيطريين، يعني المفروض ان احنا في حاله انعقاد دائم طبقا لحاله الانعقاد الدائم اللي كان النهارده بتوصيات من الحضور الخاص بالجمعيه العموميه. هنشوف بعد ما هنخاطب المسؤولين، احنا مستنيين يردوا علينا، وصلتهم الرساله كامله النهارده، وصلتهم عن طريق الاعلام، وصلتهم عن طريق الجهات السياديه اللي كانت متابعه الجمعيه العموميه، وصلتهم عن طريق صرخات الاطباء البيطريين نفسهم اللي بيشتغلوا اللي شايفين المهنه رايحه فين. فهنستنى نشوف هل هيتم انفراجة امل حتى يعني في ملف من الملفات. لو ما حصلش ده هيبقى في اجراءات تصعيديه بمشيئه الله تقررها برضو الجمعيه العموميه التي ستظل في حاله انعقاد دائم لحد ما المشاكل اللي احنا بنواجهها دي تتحل. ان شاء الله كل التوفيق لحضراتكم، نتمنى ان المشاكل تتحل. نورتوا ونورتينا. والله يا جماعه شيء مشرف ان احنا نلاقي لسه حد في البلد دي بيدور على مصلحه المواطن وبيحاول ان هو بقدر الامكان يحافظ عليها. الناس دي لها طلبات والطلبات مش كتيره ومفيش حد فيهم، يعني ما شفناش حد منهم طلب زياده مرتبات ولا حاجه. الناس كله طالبينه تعيين اطباء عشان يساعدوهم في التفتيش. طب التفتيش ده هيعمل ايه؟ هيحافظ على صحه المواطن. دي حاجه كويسه جدا الناس بتطالب بيها. بيطالبوا كمان ان المزارعين دلوقتي من قله تواجد الاطباء البيطريين بقوا بيعتمدوا على نفسهم في شراء الادويه اللي هو بيستخدموها في تربيه الدواجن بتاعتهم. طب المربي ده او المزارع ده بيجيب الحاجه دي ازاي؟ هو بيشتري اي حاجه تكبر له الفراخ. يعني هو عايز الفرخه النهارده في خلال 30 يوم او 35 يوم تبقى فرخه. يبيعها ويكسب فيها. على حساب مين؟ وعلى حساب مصلحه مين؟ هو مش فارق معاه. فلما النهارده نلاقي مفتش بيدعي وزير الزراعه او النائب بتاعه ويقول له تعالى عشان في اجتماع بنناقش فيه بعض المشاكل عايزين حضرتك تحضرنا فيها، ويقول له انا مشغول بحاجات اهم. طب احنا عايزين نعرف من سيادته ايه اللي اهم من صحه المواطن. يعني سيادته قاعد في منصبه المفروض ان هو علشان خاطر المواطن المصري يشوف ايه المشاكل اللي بتقابله ويحاول بقدر المستطاع ان هو يحلها. طب حضرتك بتقول له انا مشغول بحاجات اهم، ايه اللي اهم من صحه المواطن المصري؟ لما الناس دي بتعمل حاجه زي دي على حسابهم عشان تقدم حاجه كويسه للبلد وعشان ترتقي
بالمنظومه وانت حضرتك بتقول له انا عندي حاجات اهم، يعني معناه ان وزاره الزراعه بالكامل ما فيش واحد كان ممكن يروح يحضر اجتماع زي ده عشان يشوف المشاكل ويرفعها للوزير او يرفعها للوزير المختص او المسؤول المختص، ولا الموضوع اصلا ما بقاش فارق؟ خلاص بقى المواطن المصري مواطن من الدرجه الثالثه. لازم يا جماعه نتعامل مع المشاكل على انها مش مجرد ان هو فرخه هتتربى بطريقه معينه او 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 مثلا حيوان ميت بيتدفن او بيتعاملوا معاه بطريقه معينه. الحاجات دي كلها لها طرق المفروض يعني الدوله تتخذها. ازاي؟ ابسط حاجه خالص طريقه عدم الفراخ اللي هي بتبقى ميته. بنشوف دلوقتي الناس بتعمل ايه؟ بتعبيها في شويله وتيجي رميها في اقرب مصرف. طبعا ده غلط كبير، المفروض دي بتتدفن بتتعدم بطريقه معينه. دلوقتي ما عادش فارق، بتمشي زي الاستاذه ما كانت بتقول حيوانات مرميه في الشارع، ما فيش حد بيحافظ على حاجه، ما فيش حد، بيئه مش مشكله تتلوث، حيوان مش مشكله ميت في اي مكان، بني ادم بياكل اي حاجه من اي مكان، مزارع بيختار اي ادويه هو عايزها، المهم ان هو في الاخر بتصب في مصلحته هو ملوش دعوه بمصلحه المواطن. في ايه؟ ازاي البلد وصلت للحال ده؟ وفين المسؤولين من الكلام ده؟ الناس دي عندها مشاكل وبتقول احنا خاطبنا كل الناس عشان المشاكل، واحنا قدام حضراتكم عرضنا مصيبه، يعني احنا عرضنا لحضراتكم مصيبه. وطبعا احنا بنشكر في الموضوع ده مديريه الامن اللي هم او وزاره الداخليه اللي هم اتصلوا فعلا عايزين يتحرروا ويعرفوا ايه الاماكن اللي اشترت منها الفراخ دي، وفعلا الناس دي يعني عملوا حملات بالفعل وقفلوا اماكن. فلما الدولة يعني مجرد ان احنا عملنا حلقة زي دي الناس يعني فعلا خدت اجراء واتخذت اجراءاتها وحاولت انها تحل المشاكل دي. طب الناس دي بتقول لكم احنا عندنا فعلا مشاكل، وبعدين هل يعقل ان 150 مفتش على مستوى الجمهورية؟ يعني القاهرة فيها 7 مفتشين؟ طب والله انا لو مكان المفتش اللي هيمسك منطقة زي القاهرة دي انا هروح انام في بيتي، ما انا هلف عليه ولا ايه؟ فالناس مش طالبة يا جماعة حاجة غلط ولا حاجة عيب، وبعدين بيقول لك مرتبه 75 جنيه. طب ما نجيب 100 من 75 جنيه ده طالما الناس ما بتاخدش فلوس. يبقى الفرق بتوع المزارع ادوهم بقى كل واحد فرخه ومروح. معانا تقرير تاني يا جماعه، مشكله كبيره. طبعا احنا الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه اللي احنا عايشين فيها هي مرحله النت، الانترنت طبعا بقى حاجه مهمه جدا بالنسبه للكبير والصغير. لعبه منتشره على النت الفتره دي اسمها باب جي. يا الاستاذ شاهين ده بتقول اسمها باب جي بس مش عارفين اسم سليم بقى ولا هي عشان هي تعلمها انجليزي بقى بتقول لها كده. اللعبه دي انتشرت في الفتره الاخيره وده باسبابها اتعددت حوادث كتيره جدا بالنسبه للشباب اللي هو بيلعب اللعبه دي. اخر مشكله حصلت كان او اللعبه دي اهدافها ايه؟ انها تطلب منك مهمات معينه المفروض انت بتاديها. يعني كل فترة بتقول لك مثلا اعمل حاجة بتطلب منك طلب والمفروض انت بتنفذه عشان توصل لاخر اللعبة. كان من ضمن المهام دي ان هو طلب من 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 احد الطلاب ده او من احد لاعبي اللعبة دي ان هو يقتل المدرسة بتاعته، وبالفعل الولد قتل المدرسة دي في اسكندرية. يعني الواقعة دي حصلت بالفعل تنفيذا لشروط اللعبة ان هو يقتل المدرسة بتاعته. في تقرير جهزناه لحضراتكم هتشوفوه معانا دلوقتي وبعد كده نعقب عليه. يمارس هذا الطالب بالصف الأول الثانوي لعبة إلكترونية تحض على العنف، فأراد محاكاتها على الطبيعة، وتزامنا مع عيد ميلاده قام بقتل مدرسته طعنا بالسكين بمنزلها بالمنتزه بالإسكندرية، وذلك أثناء تلقيه الدرس الخصوصي لديها وفر هاربا، لكن قطاع الأمن العام وتنسيقا مع أمن الإسكندرية نجح في ضبطه. وتهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم شبكة المعلومات الدولية حرصا عليهم مما تحتويه من ألعاب تحض على الأمن. طبعا هنشكر وزارة الداخلية ان هم اهتموا فعلا وقاموا بدورهم وقبضوا على الولد ده، بس الولد ده فعلا من ساعة ما قبضوا عليه وهو لحد دلوقتي ما بيتكلمش خالص. حاولنا ان احنا نوصل ونسجل معاه او نسجل مع اي حد من اهل المجني عليها او كده، بس طبعا ما قدرناش ان احنا نوصل له. احنا بنطالب اي حد دلوقتي يا جماعه ان هو يخلي باله من ولاده، يخلي باله من يشوف ابنك بيستخدم ايه على النت، بيتعامل ازاي، بيتعامل مع مين، بيتكلم مين. راقبوا ولادكم، عايزين ناس تراقب ولادكم، كل واحد يراقب ابنه ويشوف بيتعامل مع مين، بيشتغل ازاي، بيشتغل ايه على النت، بيلعب ايه على النت.
كل يوم في مصيبه وكل يوم في مشكله، يعني كل يوم لعبه بتطلع لنا جديده بتتورط في 100 حد، يعني في 100 حاجه 100 سبب بيطلع لها. يا ريت يا جماعه يكون في رقابه على الولاد. كل ولد دلوقتي شايف نفسه مخترع، ماسك النت عايز يخترع حاجه وهو قاعد بيلعب في اي حاجه، اي لعبه تقابله وهو حب استطلاع عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يوصل في الاخر يقول ان انا لعبت اللعبه دي وما حصلليش حاجه، وللاسف بتنتهي في الاخر بكارثه. معانا تهريب ثالث، موضوع البلطجه. ده طبعا احنا اتكلمنا فيه كتير جدا وعملنا فيه حلقات، بس للاسف يعني بقدر ما وزاره الداخليه بتقوم بدورها وبتتعامل مع الناس دي، بس برضو الموضوع ما زال موجود. ثلاثه مسجلين طلعوا على واحد سواق توك توك موجود في الموقف بتاعه عايزين منه 10 جنيه. هاتي عليه 10 جنيه على ما هوش 10 جنيه. قعدوا بالسنج وبالمطاوي قطعوا المعلم علاء. الكلام ده حصل في احد مواقف في المنوفيه، طلعوا الثلاث اشخاص دولت وطلبوا منه ال 10 جنيه، هاتي علاء ما معهوش ال 10 جنيه. طبعا علاء رفض طبعا ان هو يديهم الفلوس، وكانت النتيجة انهم مسكوه في الشارع ضربوا بالسيوف والاسلحة البيضاء الى ان كادت ان تلفظ انفاسه. طبعا الشرطة قامت بدورها وعبرت على الثلاثة دولت وقدمتهم للنيابة اللي حبستهم طبعا على ذمة التحقيق، لكن حتى وهم محبوسين بيبعتوا تهديدات ليه ولاسرته ان هو لو ما تنازلش هيقتلوه. وعشان كده علاء كلمنا وحاولنا طبعا ان احنا نوصله له، وبالفعل الحمد لله وصلنا له وعملنا معاه تقرير، وكان علاء ليه استغاثات عايز يقدمها وعايز يعرض مشكلته قدام حضراتكم. هنشوف التقرير ونكمل مع حضراتكم تاني. انا بعمل فردة الكاوتش، انا قاعد يعني بفك الفردة ببص، يعني بعمل كده فجأة ببص كده ورايا لقيتهم نازلين عليا لقيت اتنين نازلين عليا بسنة، فبرفع ايديا كده يعني برفع ايديا ديت لقيتها دلدلت صابعي لقيته انقطع نزل كده، وارفع ايدي التانية برضو لقيت ايديا دي انقطعت برضو. بقول اي 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 حاجين واخديني وعاملني بالتيشيرت بتاعي خانقني بيه في نص السكه كده، وباي ايه يشدوني كده واضرب اضرب اضرب قدام الناس بقى، وعالم بتتفرج كتير ومفيش حد دخل حتى حش عني وانا بنضرب. تمام. بعدين ما يقولوا موت ولا موت ولا واحد يضربني في رجلي، في رجلي ديت وفي رجلي دي، وخنقوني وخبطوني في العربية بس مروني وقعت بقى، راحوا جايين سايبيني وجري. قال مات يا الواد مات يا الواد وجري، الواد مات الواد مات يجري بقى وجري. كانوا كام واحد؟ كانوا ثلاثة، واحد واقف يعني لو أي حد دخل يخش بيحجز عليه، والتانيين الاتنين التانيين عملوا يضربوني أنا. ليك سابق خصومة مع المتهمين؟ كان في متربصين لي برضه، كان في مشكلة قديمة بتاع التوك توك وكده عايزين ياخدوا مني عتاوة وكده. عشان ما رضيتش تديهم العتاوة؟ اه ما رضيتش اديهم فلوس ولا الكلام ده، هما مرقدني بقى رقدوني وراحوا جايين عاملين كده بقى. بتطالب بيه علاء؟ الحكومة تجيب لي حقي، بس الحكومة تجيب لي حقي، وزير الداخلية يجيب لي حقي، مش عايز اكتر من كده. انا دلوقتي كنت الاول بشتغل
وبمشي دلوقتي ما بعرفش امشي ولا بعرف اشتغل، ما بعرفش امسك حاجه اساسا، ولا بعرف اعمل اي، ما بعرفش اتنقل مع السي، ما بعرفش اتنقل مع السي عشان اخش الحمام، حتى بيشيلوني يدخلوني هم اللي بيشيلوني عشان اكل هم اللي ياكلوني عشان اشرب هم اللي يشربوني، ما بعرفش اعمل حاجه، البس هم اللي ملبسوني، كنت الاول بشتغل 100 100 وبقفل انا حته انا عايزها وبلبس واكل واشرب، ما بقتش مش عارف اعمل اي حاجه دلوقتي، ساعة ما هم عجزوني مش عارف اعمل حاجه. حبيبي بشكر السيد مدير المياه اللي هو اول ما شافني بالمنظر اللي انا فيه ده قال لي انا هجيب لك حقك، قال لي انا مش هسيبك انا هجيب لك حقك. تروح المستشفى وتشوف منظره يصعب على الكف، كلاكيع دم نازله منه 5 6 ساعات مرمي في المستشفى، ايديه مقطوعه وصابعه مقطوعه، ناس صابعه مدلدل وودنه دي مدلدله في الارض، وحاجه بدرجه ما تصور رجليه ديت حتت حتت مش مشرخه فيه متقطعه، ركبه دي معجزينه، مفيش مش هينفع مش نافع ان هو يشتغل ولا يروح اي شغل، واخدين عليه فرده بهدلوه بهدله جامده. خلوه العمليات بعد حوالي 10 12 ساعة مسؤولين جنبه في العين المركزة، معلق له دم ومعلق له حليب وعلاجات وحاجات مشاش وعمال يجيب دم من كل حتة. قعد حضرتك في العملية حوالي 8 ساعات، شرايين واوتار مقطعين موجودين، ده احنا نحمد ربنا ان هو عايش، كل ذنب ابن اخونا ان هو بس ما رضيش يديهم اللي هم عايزينه. هو ده جسد واحد طالع ياكل عيش، ده جسد اكل العيش، واحد طالع ياكل عيش يتعمل فيه كده يتربصوا بيه يعوروه يقطعوه بالسلاح والبطاطا، ودلوقتي بعد اللي هو فيه ده كمان يعني متدهدل وبنجري عليه وعمالين نعالج فيه وعاجز، بنشيله ندخله الحمام ونجيبه، وبهدله اخويا اللي احنا فيه ده، وفي تهديدات وفي بهدله، عمري شفت حضرتك كده؟ بعد كمان ما نضرب وننام ونعجز وما احناش قادرين دلوقتي ناكل عيش، ما احناش عارفين ناكل عيش، احنا ناقص نشحن، وكمان بيجي لنا تهديدات يا تصطلحوا وتتنازلوا يا مش هنسيبكم في حالكم. احنا بنناشد بقى حضرتك طبعا تجيب توصل صوتنا للمسؤولين وزير الداخليه مديرين الامن الدنيا كلها، انا عايز حق ابن اخويا.